الدجاج ضروري تحيدوا ليه هادشي اللي محيدتوش فكطيبوه في المرقه كيخرج هادشي وكيجيكم زفره المرقه، واخا تعياو ما ديروا العطريه هذا هنا كيكون شويه مازال هنا، هاو شا هادي خاصها تحيد. نحكوا عليه الملحه عادي بكري نرقدوه في الماء والحامض. السلام عليكم يا احلى متشبعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ تبدل تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر وباش ما تمنيتو. اليوم غادي نشارك معكم نهاري، غادي نوريكم كيفاش تنقيو الدجاج بالنسبه للمبتدئين باش يجيكم بنين، وغادي نشارك معكم واحد الطويجين باللوبيا كيجي ألذ ما يكون. ايوا نخليكم مع الفيديو، غنمشيو نمسحوا الدجاج ديال لاصال. دابا غادي ندوز نمسح الدجاج، هاد البلاصه كيحطوا لي يديهم هنا. بالنسبه شو هادو اللي شاديت اللي شاركت معكم البارح، هما اللي غادي نمسح بهم، شوفوا واش غادي نمسحهم مزيان ولا لا. حيت السيده في التعليق قالت لي السيمو دير الجيم، السيستو ديال الجيم شفتو قطعو ومسح به الدجاج ديال هذا، راه احسن لك من هادشي. غادي نجرب ان شاء الله بحول الله المره الجايه ناخذ السروال يكون ما عندنا ما نديروهوش، السروال نقطعو ونمسح به. صافي غادي ندير بحال هكا، غادي نشد هاد الاجاكس في الاول، هذه اللي غادي بحال دابا هذا ولا غنمسح به في الاول عاد نمسح بالاخر. دابا راه لي تقريبا 9 ديال ديك الواليده راه قالت لي تما قلت لها جيت تونسيني اسماعيل كيدوش وصافي، وغنمسح الدجاج وغادي نهبط لتحت حتى لاصا ديال الرجال نشوف شنو نطلع عليه. كانوا جاو العيال اليوم نظفوا لاصا ديال الرجال، وما قبل ما تنظفوا لاصا ديال العيالات غنظفوا انايا. صافي هادشي اللي كاين احبابي، لكن ضروري نمشي نكونترولي شي من ورا، قدروا يخلوا الروبيني محلول يقدروا ما تعرفوا، خص ضروري الانسان يكونترولي شغلو. صباح الخير يوم جو الخير، كي صبحتو كلشي بخير اموركم زياده. مشيت لمارشي بغيت نتغدى ما لقيت حتى خضار حار، كلشي جايين عليهم يعني ما كاينش صحاب الكرارس اللي كيبيعوا الخضر. بغيت غير ناخذ ليمون باش ندير معكم واحد الطبق زوين ان شاء الله، عندي واحد العراده تقديت لك شي قسم الله، عراده خفيفه ماشي شي حاجه كثيره. ما عرفتش واش غدا، ما عرفتش غنتشاور مع كل الناس واش غيجيو غدا ولا يجيو نهار الجمعه. انا السلام غادي نعطر الدجاج ونقادو ونغسلو، نهار غيقولوا لي جاي نجيب من الفريكو ونطيبو. هنا خديت النعناع، اشوفوا النعناع خديته من واحد السيده امراه كبيره، خديت معنا هذا النعناع منقم ونعناع العادي. اول حاجه غادي نديرو هي الغديوه، الوالده اليوم شنو تشهات؟ تشهات غير الطاجين باللوبيا، عندي واحد اللوبيا في الثلاجه غتبقى تخسر، دير السيم ودير معاه الحيمات ودينا غديوه. وانا دابا راه درت ماكين صابون، كيف ما دخلت من الزنقه شعلت ماكين صابون على قبل الحوايج. بقاو معايا. اش كدير فؤاد تباع؟ كاين شي ميتكال، كاين شي ميتكال وطيبت بالحسوة. سيبورا الحدايا تهلايت ليه طيبت الحسوة، انا سخنتها ليه ونحطها بعاودي في الطروف، جات لي مشوية الخبز وفؤاد قال لك علاش ما جبتيش ليا السقاطة؟ قلت لي هذه ياغورت هذا راه غادي نديرو به واحد الكلاص، اخر كلاص ديال هذا العام ان شاء الله تاع العام الجاي، نشارك معكم كلاصات على قبل الصيف. دابا غنديرو اخر كلاص واحد العرادة بغيت ندير فيها هذيك الكلاص، عرفتوا هذا كيكون ديسير من هنا، غادي نشرح واحد البلاطو زوين، كلشي كلشي غنشاركو معاكم. فؤاد عاد تقرب ليا لهذا. بغيتي تشري سير خرج شري، ولكن تمشي هذا ما بقاتش نخرج، غنمشي نعاود في الفطار ونرجع معاكم. ومشيت فطرت ورجعت للتقديه باش نظمها، النعناع غادي نقطعو ونديرو في واحد البواطه. جات من عند العطار الكيوي والفواكه المعسله والبصله، من عند الخضار لقيتها ب 4 دراهم، جات منها 3 كيلو ونص. بعد ما نظمت هاك الخضره سيقت الكوزينه ونشفتها باش يدوز عندي نهار زوين، انا كتعجبني الكوزينه تكون نقيه. مسحت حتى البلاكارات بشويه ديال الخل، وشوفوا بعينكم كتشوفوا السيبو ما كاينه غير الطاقه الايجابيه. والله احبابي كعجبني نقى، ضروري الكوزينه تكون نقيه. شوفوا هاد الطابليه خصها تصبن، مشيت صبنتها لحتى مع الحوايج تصبن بحدها، درت لها شويه الماء سخون حيت كتكون فيها الليدام وداك الشيء، كنصبنها بحدها. هنا خديت هاد الكويسات دابا رخاصو حيت سالا الصيف، خديتهم جوج ب 10 دراهم، ربعه الكيسان ب 20 درهم خديت. وهنا غادي ندوز نطيب الغديوه. دابا ما عرفتش من طاجين غادي طيب، واش طيب في الطاجين ولا الطاجين، ولكن غنعطي فؤاد هو اللي غادي يختار. فؤاد اجي اختار شنو الطاجين طيبو فيه، اش كان تكي بايا كتب ديالي ضروري تختار الطاجين اشنو الطاجين غادي نطيبو فيه. عندي هذا عندي عام ونص، وهذا عندي باقي عام ما كملوش، شفتو غير في العيد الكبير اللي فات، ولكن فؤاد هو اللي غيختار. الا اختار فؤاد اش تشوف معايا خصهم يتغسلوا باقي ما تغسلوش، كانوا على برا ديالو هذا راه لا شريناها في العيد الكبير هذا، اما هذا عنده ما عرفتش تقريبا عامين، طار في عام ونص. طيب وصافي فؤاد هو اللي خسر هاد الطويجين، غادي نمشي نغسلو مزيان وغادي حيت كنخليه في الشميته ما كنخليهش في الكوزينه، خليته في الكوزينه اغلب الطواجن كيغملوا، هادشي علاش كنحطو على برا فواحد البلاصه مقرض كيبقى بحال هكا زوين ما كيغمل لا والو، طيبو كيجي زوين. هذا نرجعو لبرا. هنا خديت اللحم غير شويه ماشي بزاف، تقريبا واحد 40 درهم بحال هكاك،
كتشوفوا بعينكم ما كثرش. الاهم اننا ناكل خضيرة، ثلاثه الفصوص ديال الثومه، القزبر اليابس هذا تقريبا معلقه صغيره عامره تكون، وحتى البزار غادي ندير منه معلقه معامره، شوفوا معلقه تقريبا نص معلقه صغيره بحال هكا. هنا غناخذوا سكينجبير اللي ضروري منه، وغادي نزيد الخرقوم اللي معلقه صغيره تكون عامره، والتحميره غير ديروها في هذه المريقه وتفكروني كتجي زوينه. وديما كنقول لكم بان التحميره مصنوعه غير من فلفله، فلفله كيكونوا مكرمينها وطاحنينها، يعني راه عادي اننا نديروها في المرقه. الملحه وشويه الماء، وغادي ناخذ واحد البصله كبيره او جوج بصلات متوسطين نقطعهم ونخليهم يتشحروا مع هاد الحيمات. قلت انا نطيب طويجين ونتهنى منه، عادي يمكن ليا نمشي نجمع الدار ونقادها وهذاك الشيء اللي كاين. لونسيت الطاجين ومشيت جمعت الصالون، شوفوا هنا ما درت لا زيت لا والو، درت غير شويه الماء ونخليهم حتى يتشحروا. هنا غادي نزيد الماء، بالي خاصو الماء، وانا نزيد القزبر والمعدنوس وغادي نغطي عليهم ونخليهم يتشحروا مع شويه الماء حتى يتلبسوا لينا هذوك الحيمات بالعطريه، ضروري منها من السبع عزاز ديالنا. حنا راه مغاربه 100% ضروري الطاجين ديروه ثلاثه المرات في السيمانه او جوج مرات في السيمانه، غير ما كنشاركش معكم الطاجين ديما ديما. قلت ان شاء الله حتى نشارك معكم حلقه خاصه بانواع الطاجين، يكونوا سته ديال الطواجن ما بين المالح والحلو ان شاء الله. كيف ما انا معكم ديما غنشارك معكم حوايج اللي زوينين ان شاء الله. هنا بعد ما تشحرات ليا البصيله كناخذ الزيت، كتزيدوا الكميه اللي بغيتوا ولكن ماشي بزاف، من الاحسن ديروا زيت الزيتون باش يجي الطواجين صحي 100%. بعد ما غادي تشحر لينا داك الطويجين مع داك الزويته، غادي ناخذوا تقريبا واحد جوج خزوات، يعني اي خضره كتعجبكم ديروها. هاد العطريه اللي درت كتواتى مع جميع الخضره، اي خضره بغيتوا ديروها ديروها. وهاد لاصوص اللي درنا اللي كيبان لكم هو اللي كيبان لنا الخضره اللي غنديروها من الفوق، ضروري خاص لاصوص يكون بحال هكاك خاطر. هنا خديت جوج خزوات قطعتهم على شكل دوائر رقاقين، وغادي نهبطهم لتحت باش الحيمات ما تحرقوش لينا، وخيزو كيبغي الطياب يعني خصو هو اللي لتحت يجي. كناخذو اللوبيا الخضراء اللي غسلتها وقطعتها على هذا الشكل، وهنا اللي كان عندكم الزيتون الاحمر ديروه راه كيتواتى مع اللوبيا الخضراء وكيجي زوين مع الطاجين. شويه الملحه وما غاديش ندير العطريه من الفوق، وهنا غنروبو بالماء الكافي على حساب الطاجين، كاين شي طاجين كيشرب وكاين شي طاجين ما كيشربش، حتى يبان لي هذيك الخضيره طلقات لي هذاك المذاق ديالها، عادي يمكن لي ناخذ واحد المعلقه وندير من الفوق الطاجين باش ديك الخضره تلبس كلها بهذاك المذاق الزوين. هنا غناخذ النعناع اللي جبتو معكم قطعته على هذا الشكل، انا ما كنضيعش معاه الوقت، كنقطعو غير من الجلوره التحتانيين وكنديرو في شي بواطه وما كنغسلوه، حتى كنبغي نطيب اتاي عاده كنجبد شويه نعناع نغسلو ونرجع النعناع هذاك الشيء اللي بقى ليا منه. وخديت تقريبا واحد جوج دراهم ديال الفليو، وهذا الشيء اللي لقيت فيه فليو حتى التخليطه ما لقيتهاش، حيت الخضاره كاملين ومالين النعناع جارين عليهم ما مخلينهمش يحطوا. انا ديبانيت من هنا، خديت شويه من هنا وشويه من هنا، صافي هاد البواطه تبارك الله عمرتها، هاد البواطه ديال الحلوه كنت غنعمرها بالحلوه عمرتها بالنعناع. عندي مال ندير. وهنا دخلت للصالون غادي نجمعو، كيف ما كتشوفوا راه ملون بزاف بزاف، ما نكذبش عليكم انا ما بغاش نجمعو، قلت ان شاء الله بحول الله حتى نجمعو معاكم. هادشي علاش غادي نقادو وكومونديت على لاسبيراتور حتى تجيني من موقع بادوكس، لكن ضروري خصني لاسبيراتور ونشاركها مع المتبع العزاز ديالي، خاص اي دار مغربيه واللي في استطاعه ديالته بانه يخص ضروري تكون عنده في الدار. علاش ما كنفرش الزربيه؟ حيت ما عنديش لاسبيراتور، فكتكون عندي بغا نفرش الزربيه ضروري خاصني تكون عندي لاسبيراتور. صافي دابا غادي نجمع معكم كيف ما كتشوفوا، انا نضرب عليكم هذا، جاني واحد الكادو باش نوريه، تا نوري لكم هذا الكادو ديال الوالده هو هذا. حتى الفيديوهات القادمه نقول لكم شنو وصلنا، خفيه هذا. هنا غادي نحيد الطابله ونطلع على الفوق باش نسيق الارض هي الاولى، باش الزربيه نفرشها نلقاها مفرشه في ارض نقيه، ماشي نفرشها والارض مسخه. اصلا الارض نقيه غير بغيت انني نسيقها غير بشويه الماء وصافي ونشطبها بحال هكا. الاسبيراتور قريب جيني، بغيت تهنيني من شحال من حاجه ان شاء الله حتى نشاركها معكم في السيمانه الجايه، نشاركها معكم. ضربتها بالتشطيبين الاولى عادي يمكن لي نسيق. بزاف ديال الاسئله كيجوني السيمون مضارب ما زوينينش، احبابي عندكم الصح، المضارب هما اللي منهم الديفو. انا قلت نضيف باني بهذا الشيء ومع مرور الوقت غنبدل المضارب وحتى طلامط ان شاء الله. هذا الحل الشاطب غير جوج دقائق حيت كتدخل لي الغبره، غير نشوف لي الدس باش نفرش الزربيه. عرفتي الدار عندنا برد 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 الصيف بحال هكا دازو بحال هكا، كنحلو الشاطب كنقدروش نجلسو هنا. الزربيه راه ثقيله، راه ماشي موقيت هذا، هذه زربيه اختاريتها انا والوالد والوالده، ما عقلتش على الثمن ديالها بالضبط شحال، واش 3000 درهم ولا 4000 درهم، والله احبابي ما عقلت على الثمن ديالها، ولكن ماركه زوينه وراها كبيره بزاف، حيت عندي الصالون كبير كبير كبير، وهذوك المضارب راه كبارين، كنقول لكم راه العيد هذيك الزربيه راه ثقيله. احبابي صراحه راحه، علاش كنحيد الزربيه؟ على قبل خوتي كيدخلوا لي برجليهم كيوسخوا لي الزربيه حيت انا غتبحل فيا،
غادي نصبنها وصعيب باش تصبنها، وما كنبغيش نديها عند دوك الناس اللي كيصبنوا الزرابي غير كيرمدوهم في الماء وخلوهم اللون ديالهم كيتبدل، غير كيوسخوهم ما كيصبنوهمش، ولكن ما كنعممش على كل شيء. بعض الناس كي غير الله يسمح لهم، حيت انا عطيتهم واحد المره واحد الزربيه وسخوها ليا وعطاوها ليا، كانت اصلا جديده، ما عرفت صبنوها مع شي حوايج موسخين وخسروها. ما عندي ما ندير، عرفتي علاش؟ حلات عبالي ما تقال صيفطي زربيه شي بلاصه صبنها في الدار. هنا كناخذ من التليفون وكنقاد هذوك المخدات، حيت الانسان كياخذ حاجه زوينه وكتكون نقيه وكيديها عند شي ناس اللي كيتيق فيهم وكيخسروها ليه، متفقين معايا حبايب؟ كيبقى فيكم الحال. هادشي علاش انا خديت نظره ما زويناش على ذوك الناس. وصافي دابا راني ساليت قديت صالون، صالون عادي حبايبي والله. بزاف المتابعين كيقولوا لي راه الخياطه ما خيطاتش مزيان طلامط، ماشي ما خيطاتش هي طلامط، انا عطيتها الغلا، انا عطيتها القياس غلط صراحه. وبالنسبه لهاد المضارب هادو اللي عندي راهم كبار، انا كون جيت نصوب المضارب ونصوب الطلامط ما غاديش نفرش الصالون، يعني غادي نتعطل بزاف. هادشي علاش قلت غندي باني بهاد الطلامط وندي باني بهاد هادو، حيت كانوا عندي شحال من حاجه مهمه اكثر من الصالون. يعني كان عندي لاصه هو الاول خاصني نحلو شي امور اللي اكثر من الصالون. الصالون قلنا نضيف طاني غندير لك شي شويه نقي، اهم انه يكون نقي، هذا هو الاهم. قادين الصالون ولا حيت عليا الله الحمد لله، دابا غادي نحيد عليا الدار شويه بشويه نقاديهم ونتمنى يكون خير. وهنا كنقول لكم راني غادي نمشي نشوف الطويجين واش طار. حبابي هاد الطاجين جا بنين بنين بزاف، بغيتكم تجربوه بالطريقه ديالتي وتفكروني، خصوصا طيبوه على الفاخر، وراه غيجي واحد المذاق فيه لذيذ. تبارك الله خويا محمد، هاد الطويجين خويا لوحتو عطيه من التحت اخويا. عجبك الطويجين؟ ويلي صاحبي من لاصطا لتحت طلعت كنجري. اش هذا؟ بغيت نسلم عليك متشبعين. سلم سلم. السلام عليكم متشبعين. كاسكيطه شو كاسكيطه؟ اوفياء لاباس عليكم كلشي مزيان. فرحة اليوم بالطويجين محمد، ان شاء الله راه مشى نشري لي حوايج العيد. لا لا ما تشريش لي حوايج العيد. لا لا خويا شي بان تهز راسك. هادشي دابا راه غادي تجي شري لي، ولكن شري بفلوسه. هادشي يشري لي انا عارف غادي ديرها فيا، تقول يلا معايا قول لهم جبت معايا الطويجين. يلا صح محمد خويا بارك الله فيك. كي جاكم تتبع عزاز الطويجين ديالي زوين معلق غنطفي عليه. غنمشي نتغدى ونرجع نفصل معكم الدجاج. هنا غادي ندوز نغسل معكم الدجاج. انا الدجاج ما كنديرش ليه الماء في الاول، فاش كنشري كندير ليه الملح، كنحك عليه الملح على هاد الطريقه. حاجه قربوا معايا الجو، شوف شتي بحال هنا صافي شويه الريش عنده بحال هكا، كنحك عليه الملح عادي بكلينا نقدوه في الماء والحامض ونغسلو عادي بكلينا نقدوه. شتي هاي شتي هادي تحيداتها بحال هكا وكيتنقل، تحيدو لي ديك الجديده اللي خاصها تحيد بحال دابا هادشي. شوفوا هنا ها هو الريش هنا كاين، وركدوا لي الملحه كيساعدكم، هذيك الملحه تحيدوا لي هاد بحال هادشي اللي هنا، هذو هادشي كنحيدوا لك الريش. حنا الريش دغيا كتحيد بالملحه دغيا. الدجاج داير 520 اليوم لقيته غالي، يعني كان دايرها 300 شحال هذيك، ولكن كلشي غلا. شللته من هذيك الملحه ولحت هذاك الماء وعاود درت ليه ماء اخر، خل انا نخلي كنديرو باش ريحة الدجاج ما نشمهاش. بحال هكا دابا باقي ما غنرقدو، دابا باقي غنحيد ليها بحال انا شنو غنحيد ليه، نحيد ليه هذا ضروري تحيدو ليه هادشي. اجتهم انا غنجبد هاد غنجبد هادشي خصكم تحيدوه. شوفوا الدجاج ضروري تحيدو ليه هادشي، اللي محيدتوش فكطيبوه في المرقة كيخرج هادشي وكيجيكم زفرة المرقة، واخا تعيو ما ديرو العطرية هادشي خصو تحيد. هاي شي بحال هكا هاي كيبان ليكم هاكو، هذا خصو يتحيد، جرو من هنا بحال هكا وكيكون مازال هنا، كيكون شويه مازال هنا. هاو شتا هادي خاصها تحيد ما خاصهاش تبقى. هادشي علاش كيجيكم بحال دابا الدجاج العرازات كيجي زوين، هذوك اللي كيطيبو كيعرفو كيفاش ينقيو، كيمشيو ديريكت هاد هادشي كيمشيو ليه كيحيدوه، واخا ما كيديروش عطريه بزاف داكشي يجيكم دجاج بنين وفتي. غنحيد هادشي كامل صافي وعاد غنرقدو. شوف علاش هضرت، هذا خصو يتحيد، يتحيد من هنا ما بين الفخذ والحيمات، وكنعاود ندير بحال هكا لداخل وكنشوف شي شحمه كنحيدها بحال دابا هاد الشحم هنا كتنقى هاد البلاصه. واخا درتو في الملحه في الاول خصو يتنقى في هاد المرحله. كاش يريش حيدوه، وغادي نحيد له هذا وما كنطيهمش انا، غنحيد له هذا ونحيد له ونحيد له حتى هذا نحيد. دابا غادي نقيهم كاملين ونرجع معكم. دابا غادي نرقدو، ما كانش عندكم خل ماشي مشكل صافي. غادي ندير ليه بالنسبه للسكينجبير
بالنسبه للسكين جبير والحامض طحنوه في الطحانه ماشي مشكل. انا ما غاديش نطحنوه في الطحانه غير باش ما تزيدش عليا الماعن. هادشي اللي كاين ندير السكين جبير كنا بحال هكا كما تشوفوا. اجي قربوا معايا نديروا الحامض وشويه الملح. الملح ما تديروها ديروها ما ديروها ما ديروش حيت خصنا في الاول بالملحه. غير هاد الملحه غتشيطي غير اللوحه معاهم. انا غادي نخليه بحال هكا نخليه واحد نص ساعه ونرجع ليه نغسلو. دابا هاد السكين جبير وهاد الحامض وهاد الملح كتحيد منه السفوريه. ما كيبقاش السفوريه نهائيا ديال الدجاج. والدجاج كيجي فتي والدجاج عمركم ما طيبوه نفس النهار. بحال دابا حنا اليوم بحال دابا الدجاج خديناه اليوم ونطيبوه ما يمكنش غيجي خايب. غيجي الصدر قاصح اللحم قاصح كلشي قاصح. خلوه ليله كامله وحتى الصباح وعطروه ماشي مشكل. او عطروه بالليل وخلوه مع الصباح وطيبوه. نخليه بحال هكا وشويه نرجع معكم. دازت نص ساعه دابا غادي نحيدو الدجاج من الماء. راه السفوريه ما بقاش الريح ديال الدجاج. انا مالف كنطحن الحامض والسكين جبير في الطحان وعاد كنخوي هنايا ولكن ما بغيتش ملا نزيد عليه الماعن بزاف صافي راه هادشي قاعد الغارض. وتسولكم يوم نهار الثلاث كيفاش جاكم الاجواء؟ حنا كنحسوا الاجواء اجواء تبدلات سبحان الله العظيم. الخريف دخل كنحس بواحد الاجواء اللي فشكال. ايوا صراحه اجواء زوينين. غنمشي نغسل الدجاج صافي ونحطو ونمشي ارتاح ونعمر واحد البريد ديالاتي ونجلس حداه ونحط عليه واحد شويه ديال التويشيات بحال شويه ديال القاص شويه داكشي ونجلس على الوالده تحت شويه وفي نفس الوقت نصور لكم فيديو. هادشي اللي كاين دازو الدجاج دازو الدجاج. والله حنا كنبغي نعبر وما كنعرفش نعبر. اشوفوا معايا كيفاش ولا سبحان الله العظيم ديك جلدك تحيدها بحالها. انا ما كيهمنيش اللون ديالو بياض ولا بيض. انا حيت انا غادي نحمر الدجاج غادي يتحمر ما يبقى بان لا لون بياض ما لون زرق. فكيتحمر كيبقى بان حتى حاجه كيبان الدجاج عادي. وهذا الدجاج غنطيبو معكم حلو ماشي مالح. غنقصر معكم بواحد الطريقه زوينه ليمون الدجاج بالليمون والزبيب ان شاء الله يكون هاني غدا باش نرفعكم الطريقه. بعد ما حيدتو من الحامض والسكين جبير ضروري انكم تغسلوه ما تخلوش تخلوش بحال هكا باش هانتوما هانتوما معايا هنايا الدجاج كيفاش ولا. شوف صافي ولا واعر نحيدوه واش اللون دابا راه نقي الحامض فين نديه رجع جديد. صافي خصنا الدجاج دابا غادي نحيدوه ونحطوه يتسقطر والفيديو وصل النهايه ديالته. والله ما سخيت بكم احبابي. غدا نقدر نحط فيديو نقدر ما نحطش فيديو على حساب الوقت هادشي اللي كاين. ولكن ضروري نحط لكم غالبا نحط لكم فيديو قصير نهضروا مع بعضياتنا هادشي اللي كاين. خليت لكم راحه البال احلى متتبعين. بالسلامه عليكم. بالسلامه.